السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنستمتع بقصة تدعى أمجد والقط، وهي قصة جميلة وأحداثها مسلية ونهايتها مفيدة جدا ومعبرة. الآن سنبدأ بها. يحكى أن هناك فتى طيبا يدعى أمجد. كان أمجد يلعب مع أصدقائه بعد الانتهاء من دراسته وحل واجباته المدرسية. وفي يوم من الأيام كان أمجد يراقب تصرفات أصدقائه الأشقياء، فكان أحدهم يمسك بقطة صغيرة من رقبتها ويخنقها، والمسكينة تصيح وتستغيث ولكن دون جدوى، والآخر يمسكها من ذيلها ويجعلها تتأرجح بين يديه يمينا ويسارا ولا يعطف على القطة الصغيرة التي تستنجد في ضعف وخضوع. وكان أمجد طيب القلب، لا يحب هذه الأفعال الشريرة التي تضر الكائنات الحية المسكينة. قرر أمجد التدخل فاقترب من أصدقائه وطلب منهم التوقف عن أذى الحيوانات، وحاول أن يشرح لهم أن هذه القطط تشعر وتعاني من أفعالهم السيئة، كما شرح لهم فائدة القطط في المنازل، فهي تخلص الناس من الفئران والحشرات الضارة وتقضي عليهم ولا تجعل لهم أي أثر في المنام، وأنه من الواجب أن يعطف الإنسان على جميع الحيوانات الأليفة التي لا تضره. وقف أمجد يحاول أن يستعطف أصدقائه الأشقياء ويسألهم عن سبب تعذيبهم لهذه القطة المسكينة بهذا الشكل، وهي عاجزة عن المقاومة وبحاجة إلى العطف والرعاية والحنان. وهنا رق قلب الأصدقاء وشكروا أمجد على نصيحته الغالية، واعترفوا أنهم أخطأوا بحق هذه الحيوانات الأليفة التي لا تضرهم أبدا، واعتذروا من أعمالهم السيئة ووعدوه أنهم لن يقوموا بهذه الأعمال أبدا. عاد أمجد إلى منزله فرحا بكلام أصدقائه، وقبل أن يأوي إلى فراشه تذكر أنه يريد أن يشرب، اتجه إلى المطبخ وبدأ أن ينتهى من الشرب. لمح نورا خافتا يخرج من جهة الباب الخارجي للمنزل، فتذكر أن والده سوف يتأخر في عمله وأن عليه أن يغلق الباب. أسرع أمجد ليغلق الباب، وفجأة شاهد أمامه ثعبانا كبيرا مخيفا جدا. صرخ أمجد فزعا وأخذ يستغيث ويحاول أن يجد مخرجا من هذا المأزق، كاد يغمى عليه من الخوف والفزع. وفجأة وجد القط يمسك بالثعبان بين أنيابه في شراسة ويقضي عليه. بعد أن فاق أمجد من خوفه لاحظ أن هذا هو نفس القط الذي أنقذه اليوم من أصدقائه. نظر القط الشجاع إلى أمجد وكأنه يقول له، أراد أن يرد له الجميل الذي قدمه إليه. عاد أمجد إلى غرفته وهو يفكر كيف أن فعل الخير يذخر لصاحبه حتى يوفى له، وتعلم درسا طيبا وقرر أن تكون حياته من اليوم سلسلة من الأعمال الخيرية وأن يساعد كل محتاج. وهنا انتهت قصتنا أطفالي الأعزاء. أترككم إلى قصة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.